بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح ندير معاكم مسكوتشو ولا كيك دو وجهين. هاد الكيكة التركية تخرج ما شاء الله. قبل كل شيء لازم لهنايا نحكم المول تاعي اللي رايحه نطيب فيه، ندهنه مليح مليح بالزبده. لازم تكون فيه كميه معتبره هنايا مليحه يعني تاع الزبده، ومن بعد نحكم شويه تاع الجلجلان. هنا ماشي محمص، ونرش كامل هذاك المول تاعي، رشوه مليح مليح. وقبل ما نبداو كل حاجه تانيك لازم الفرن تاعنا يكون شاعل على 180 درجه. هنا حبيباتي ما تنساونيش بجميل الفيديو، ابونيو للقناه باش تروح لبعيد، بارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء والاقارب، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تاعنا. هذه الكيكه تقدري ديريها لولادنا تانيك اللي راهم في فتره الامتحانات، نتمنى لهم كامل النجاح. كيكه تخرج ما شاء الله تانيك، ويحبوها تانيك الدراري كيصبوها هكذاك مزوقه. نبداو على بركه الله. بسم الله، هنا في الريسيبيون تاعي عندي 3 حبيبات تاع البيض درجة المطبخ، حتى لنسيتيهم حطيهم شوية ما دافي. كنت قلت لكم هاد المعلومة شحال من خطرة وراهي معروفة. نحكم هذاك البيض، نخلطو قبل هو الأولاني شوية، ومن بعد نزيد عليه كاس تاع السكر، سكر عادي اللي نشربو به القهوة كريستاليزي. نزيد هذاك السكر، وكل ما نزيد مكون لهنايا لازم نخلطو مليح مليح، وهنا نقعد نخلط حتى يبيض لي الخليط تاعي. كي نتحصل على هذاك البياض تاع الخليط، نزيد عليه لهنايا دوق نص كاس تاع الزيت تانيك بالتدريج هكذايا حتى نكملو. نزيد نخلط شويه ماشي بزاف. هنا كي نزيد الزيت كيما العاده دائما نقص شويه الباتور تاعي، ومن بعد نزيد عليه لهنايا بعد ما خلطت هذاك الزيت تاعي دوك لهنايا، نزيد كاس تاع الحليب يكون دافي لهنايا ماشي بارد، باش هذاك السكر تاعنا راح يدوب تماما، خاطرش حنا ما طلعناش حتى دوب لا فولي، بيضنا برك الخليط تاعنا. ومن بعد نحطوا له كاس تاع الحليب هذاك باش يدوب، نحطوه دافي باش يدوب مليح مليح السكر. ومن بعد نزيدوا لهنايا بواطه تاع اسمها كريم ديسير دوق كراميل. هنا في الريسيبيون تاعي حطيت زوج كيسان كاس، دايما اللي تكيلي به كملي به، زوج كيسان تاع الفارينه، زوج اكياس خميره الحلوى لافاني، وقرصه تاع الملح. ودوق لهنا نزيدها له الخليط هذا تاعي غير بالتدريج يعني على زوج دفعات. وهنا كيما وريت لكم دائما كاين واحد الاخت قالت لي ما فهمتش هذه الطريقه، طريقه سهله وسريعه. هنا باش ما تدخليهاش بلا ماغيز، واش ديري؟ نقصي الباتور تاعك على رقم واحد، حطي الدفعه الاولى وخلطي غير من الفوق هكذايا، ما تبالغيش في الخلط. ومن بعد سيي اكيد تخلطي غير الفوق برك كيما هكذا، شوفي تخلطي، ومن بعد كي تحطي الباتور تاعك تخلطي للفوق، ماشي تحطي الباتور تاعك للتحت، لا لا هكذا خلطي غير الفوق برك. ومن بعد في الدفعه الاخرانيه زيدي الباتور تاعك وحطيه ميم با تواني هكذايا للتحت ونحيه. هنا جبت اون ماغيس باش نحي كامل هذوك الجوانب، ونشوف لا بقات لي هكذا كاش فرينه ولا، نعاود ندخلها مليح مليح. وهاوليك القوام اللي تحصلنا عليه نخليوه هكذا ابا، وندوزو لهنا الحشوه تاعنا اللي مكونه من هاد البسكويت تاع الماكارون بذوق شوكولا. خديت منه هكذاك واحد 6 حبيبات، المهم كي تلحوهم كي تكيلوهم تشدو زوج مغارف معمرين مليح ونص مغرف، زوج مغارف ونص تاع بسكوي مرحي، وزيدي لهم مغرف معمرة مليح تانيك ونص تاع الكاكاو. خلطي كامل هاد المكونات مع بعضهم. قلت لكم هاد الكيكة التركية تخرج من أروع ما يكون، يعني هكذا نبدلو شوية، هو كيك يومي نبدلو من الكيكات اليومية والذوق تاعهم. هنا يا سي خلطي الخليط تاعك بعد ما خليناه تاع شوية لو طون لي وجدنا كلش، ومن بعد سي قسميه لهنايا بالعين المجردة على 3 3 بارتي كيما نقولو 3 اجزاء. نحط الجزء الاول هو التحتاني، انا الجزء الاول هنا زدتلو شويه باسكو هو التحتاني. ومن بعد حكمت هذاك الخليط نسيي نسقمو لهنايا كامل طول التور تاع المول تاعي. ومن بعد نحكم هذاك الخليط ونقسمو لهنايا على زوج، خليط الكيك يتقسم على 3 وخليط الحشوه يتقسم على زوج. وهنا من الافضل ديريه بيدك هكذايا باش تعرفي توزعي هذاك الخليط تاعك. نسيي لهنايا كامل كيما راكو تشوفوا،
نوزعه على كامل هذاك الخليط الابيض. قلت لكم حطوا نصف كميه لهنا ونص خلوها، كي نزيدو نحطوا لا بارتي الثانيه. هنا اللي تحب ما تكثرش، دير غير مغرف. قلت لكم زوج مغارف ونص، حطوا زوج مغارف تاع البسكوي ومغرف تاع الكاكاو. بصح هكذا راح يجي يعني مليح وكانه محشي بالشوكولا. نعاود نحط هذاك واسمو الخليط الثاني الابيض بدوق فاني لهنايا، نحطه فوق هذاك الخليط تاعي ونسيي لهنا، نغطيه غير بالعقل برك، حتى لما قدرتوش ديروا بلا ماريز هكذا باش يقعد لكم. سيو قسموا الخليط تاعكم مليح مليح باش تقدروا يعني تغطيو كامل هذا الخليط الاسود، ولا ما قدرتوش ما فيها باس. دائما نبداو هكذايا بالشط ونروحوا بالعقل 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 حتى لبقات ناخذكم بليصه غير بالملعقه ماريز هكذا ولا سباتو تقدري تعمريها. استسمحكم لهنايا حبيباتي على الصوت تاعي، راني مريضه شويه بلا غريب على بها من داك راني نحب شويه الهضره. هنا زدت هذاك الخليط الابيض اللي قلت لكم عليه، هذا هي المره الاخرانيه. الفرن تاعي قلت لكم شعلوه من قبل 180 درجه، ومن بعد زيدوا لهنايا حطوه يطيب. انا هنايا زدت له في الطياب شويه، علاش؟ باش هذاك السمسم تاعي يتحرق مليح مليح. انا نحبو الريحه تاعو تكون كيما نقولوا محمصه مليح مليح. وانتم ما تبعونيش تقدروا ديروه بلا كولور اللي تحبوها نتوما. ومن بعد هنايا شوفوا، هو نورمالمون كي ديروا الزبده ما راحش يلصق لكم كامل الكيك تاعكم، سواء كنتو رشيتو المول تاعكم بالفرينه ولا بالسمسم هكذايا ما راح يصرالو حتى حاجه. دوك لهنا عندكم لو شوا، تحبوا تزيدوا له تقلبوها بصح ماشي بهاد لا بارتي، تزيدوا له شويه تاع الشوكولا كيما تقدروا تخليوه غير هكذا برك. انا فضلت نخليها هكذا يا ساب، وانتم كيما تحبوا. دوك لهنا كي العاده نقطع معكم حبيبه باش تشوفوها كيفاش راهي. شوفوا لهنايا كيفاش تخرج، تخرج من اروع ما يكون، يخرج هشيش خفيف ظريف. وهذاك الكاكاو اللي درناه وحده راح يدير الديسان تاعو، كي يطلع راح يدير لهنايا الشكل تاع الديسان داخل. وهاوليك شوفوا كيفاش يخرج ما شاء الله. ودوق لهنا على سماوه دو وجهين، تقدري تقلبيه ثاني تقدميه اما بهاد الجهه اما الجهه الاخرى. بصح كي تحطيه في الطبسي لا لا هكذا يقدموه هما، يقطعوه ويحطوا حبيبه على القفاه حبيبه على الوجه حبيبه على القفاه حبيبه على الوجه ويقدموه. كان هذا هو لا فيديو تاع النهار اليوم تاعنا. تقدروا قلت لكم زيدوا الشوكولا في هذوك اللي فارغين كيما تقدروا تقدموه هكذا. ان شاء الله يكون عجبكم. بقى لي غير نقول لكم كي العاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.